قصة ليلى عجيبة وبها أحداث كبيرة على صاحبتها، زعما على صاحبة الحكاية. في الأول دماغي توقف وما قدرش يتقبل قلة الإنسانية اللي فيها. قصة مراهقة اللي غادي تهز مسؤولية كبر منها بزاف، وهي في سن محتاجة فيه الحنان ديال والديها، ولكن القدر سيكون عكس توقعاتها وعكس حتى التوقعات ديالنا. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب يا أجمل عائلة. إن شاء الله كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. باش ما ننساش، تحية خالصة من القلب لكل متتبع ومتتبع من الجزائر. راني بطبيعة الحال كنتوصل بتعاليقكم المليئة بالحب، ويسعدني أني أقرأها. وأكيد مرحبا بكل مغربي ومغربية داخل وخارج أرض الوطن اللي كينشطوا لما كنحط لهم فيديو جديد. هادشي نتوما اللي كتقولوها ماشي أنا. نبداو قصة حلقتنا اليوم، لنبدأ. من الأسماء اللي كنتو كتقترحوا عليا صاحبة القصة غادي تختار كاسم مستعار لها جنة. كتقول جنة من نهار عقل على راسي وأنا عايشة غير مع ماما، ما عنديش خوتي، ما عنديش بابا، وما عنديش عائلة. أنا حليت عيني على ماما. كتقول لي ماما بلي بابا مات، وحيتاش كنشوفها اشنو كدير عليا فما كنبغيش نجرحها بقوة الأسئلة. ماما هي اللي كانت كتخدم عليا كمساعدة عند الناس، والبركة اللي كانت كتشد كنكريو بها على قدنا، ما عندناش وما خصناش. فاش درت 12 سنة بديت كنفهم شي شوية الحياة، وبداو عندي تساؤلات كتار، واللي كان ما بيناتهم واش ماما عندها خوتها. غادي نعرف بلي عندها خوتها وعندها من باها، ولكن كيفاش ما تيجيوش يشوفوها؟ علاش ما بيناتهمش واحد الصله قريبه؟ فهي من ديما كتمشي تزور جدي اللي هو باها، وكانت كتسمع هضره كثيره اللي كضرها، انت ما عندكش راجل، او بمعنى عامي انت هشاله. تيقول لها بلي احنا عندنا عيالات مزوجات وخاصك ضروري تزوج. غيقول لها بلي قابل عليك بنتك، ودابا راني ناوي معاك الحلال وبغيتك. كنعقل ديك الساعه كنت كنقرا في الثالث، فعلا غادي تزوج به، ولدات معاه بنت وولد، ومن تما غادي يبداو المشاكل، خصوصا من حيتاش عائلته ما متقبلينش ماما. تيقولوا ليه ما خصكش تبقى مع وحده عندها اصلا بنت، وعلى اثر الضغوطات واحد النهار السيد غينعس ما يصبح، وهذا يعني باللي انه ماما غادي تكبر عليها المسؤوليه اكثر. كاينه انا وعاد اختي وخويا من اب ثاني، فعلا غادي تنوض تطلق وغادي تخرج تخدم تكافح علينا بثلاثه، واكيد ما غاديش تسلم من القيل والقال. عاوتاني عائلتها غتبقى عليها تزوجتي وطلقتي، الجمله المشهوره عندهم. ماما كانت كتحاول دير راسها انها ما كتسمعش، كانت كتقاتل على ودنا، خصوصا وان خوتي كانوا باقيين صغار وما متفوتينش بزاف العمر، واحد تابع واحد، واحد يخصو الحليب واحد يخصو ليكوش. زائد على هذا انها كان خاصها ضروري توفر لي امور ديال القرايه، ولا حنين ولا رحيم ولا عائله. فهاد الفتره بالضبط ماما كانت كتعرف واحد السيده اللي قالت ليها بلي كاين واحد السيد باغي يتزوج. فعلا من بعد غادي تعاود تزوج بهذا الانسان. قالت لربما نعطي فرصه لراسي، يمكن غادي ننجح هذه المره. وهذا السيد اللي تزوجات به فكان انسان عادي، وحتى هو كان عنده وليداته، كان انسان طيب في الصراحه، وهذاك هو اللي حسينا به، كان قريب معنا وكان يتعامل معنا مزيان، وكنت كنعيط ليه بابا. غادي تدوز واحد المده ماشي كثيره وغادي تزيد تولد معاه وليد، وحنا ولينا أربعة ديال الخوت، بقينا عايشين مجموعين إلى أن يشاء القدر. واحد النهار ماما غادي تمرض. ماما كانت كضرها رجليها بزاف من بعد ما ولدت خويا الصغير، ولما مشات للطبيب شك بلي عندها شي حاجة ماشي عادية، وغادي يصيفطها للرباط. غادي تمشي على أساس أنها دير واحد التحليلة، كانت بوحدها وحنا ما كانت قالت لينا والو. من بعد غادي يدوي لها الطبيب ويسولها واش جا معاك شي حد من عائلتك. قالت ليه لا، وهو يقول لها راه غير بغيت نقول لك بلي لقينا عندك مرض السرطان، تصدمات، وغير الاطباء اللي قدروا يشدوا ليها طاكسي باش انا ترجع لعندنا. تخيلوا معايا ماما غادي تجلس شهر بلا ما تقول لنا حتى شي حاجه، وانا غادي نسمعها غير صدفه كتقولها لراجلها اللي كنقول ليه بابا، وكان تا يواسيها في ديك اللحظه. غادي نسولو شنو وقع، وزاد اكد لي داكشي اللي سمعت. بديت كنبكي وتنقول ليها علاش ما قلتيهاش لينا، كنلومها حيتاش كنحس براسي بلي انني خصني نكون معاها في كل دقيقه. عانينا معاها، بنت لي ماما ما كاينش اللي يقابلها وما كاينش اللي يعاونها علينا، وانا نقرر باش انني نخرج من المدرسه. خرجت من ثالثه اعدادي، كنت كنحاول
نشدها في خدمتها، بمعنى كانت مساعده عند الناس، ولما مرضات وليت كنمشي بلاصتها. فكانت ديك الساعه مسؤوليتي كبيره. ما تنكذبش عليكم، هادشي كله صحيح. كان عندي ماما، كان عندي الدار، عندي خوتي، وعاد الخدمه على برا. فراجلها واخا كان خدام فما كانش كافي داكشي باش اضطريت باش انني نخدم خدمتها. غادي نبقاو على هاد الحال لسنوات. تخيلوا معايا 10 سنين تحت الرعب نتاع هذا الصباح غادي نصبحوا بلا ماما الى ما غير ذلك. حتى لواحد الصباح فعلا ماما غادي تصبح مساليه مهلوكه وبها العلامات نتاع الموت. فهاد الوقت تخيلوا عاد خوالي غيجيو يشوفوها ويقفوا معاها، ولكن فقط كمظهر قدام الناس. المهم ماما فاش تزاد عليها الحال بزاف بقات كتقول لي واحد الكلام: بنتي راه باباك باقي في الحياه وما ماتش، وغادي تموت ماما وانا عندي 18 عام. كانت وصيتها لاي واحد كيشوفها قبل ما تموت هي انا. خوتي الاخرين عندهم باهم يقدروا يهزوهم، اما انا فما بقى عندي حتى شي حد. الانسانه اللي حليت عليها عيني وكنحط عليها راسي ماتت، ما قدرتش نستوعبها. من بعد 3 ايام من موتها غيجي الاب ديال خوتي بزوج اللي هرب في الاول اللي هو راجلها الثاني. ما عاد دابا تفكرهم، غادي نمشي للبوليس نقولها لهم حيتاش ما نقدرش نتفرق عليهم وهم اللي بقاو ليا من المرحومه. غادي يقولوا ليا بلي انا قاصر وماشي من حقي، ومن الاحسن نمشي نتفاهم مع الاب ديالهم. اما خوالي غادي يعذبوني وغادي يبغيو يقنعوني بلي خوتي يا مصيرهم الخيريه ولا باهم، اما انا خصني نتزوج. على ما تيقولوا حيتاش هما ما عندهمش البنات اللي كيبقاو بلا زواج. سمعت هضره كثيره من انا وطفله المراهقه، فحاولت نصبر حتى غدوز واحد المده وغادي يجي بابا خوتي وغيديهم وغيبقى معايا خويا الصغير اللي هو ولد راجل الماما الاخير واللي تنقول ليه بابا. من بعد خوالي غادي يجريو عليه، غيقولوا ليه غتهز حوايجك وولدك وتمشي فحالك. داكشي اللي غيدير غيمشي هو خويا الصغير. داك البصيص ديال الامل اللي بقى ليا من ماما طفى. غادي نبقى بوحدي وغادي نسمع بزاف ديال الهضور، غنبقى ندور من قنت لقنت، وبابا خويا الصغير غادي يعطيني شي بركه اللي غادي نهز بها راسي حتى نوقف على رجلي من جديد. من بعد مده غادي يجي بابا خوتي الاولين ويرجعهم ليا، وغادي يقول لي راني ما قديتش عليهم، واذا ما شديتيهمش دابا غادي نديهم للعروبيه. دابا خصني نشمر على كتافي ونخرج نقلب على خدمه وعلى شي بيت نتاع الكرا باش نجمعهم حدايا، بلا ما نساو انه كانت عندي 18 سنه والله شاهد على ما اقول. دازت عام على الوفاه ديال ماما، غادي نلقى الكرا وغنجمع خوتي وغيعاونني راجل ماما ورجعتهم للمدرسه. واخا القانون كان ضد باش اني نشد خوتي وانا قاصر، فغيتساعدوا معايا باش ما نديهمش الخيريه. ما خليت فاش خدمت من طفله مدلله عند امها الى انسانه غتعري على كتافها وعلى دراعها وغتعرض للعنف، غتعرض للتحرش. تخيلوا اذا تحقرت ما كنلقاش لي دافع عليا. في نفس العام غادي نقرر باش انني نوض نقلب على بابا. عمرني حسيت بالفرق مع ماما، ولكن لما توفات وليت كنلقى راسي باغا غير شويه ديال الحنان من عند شي حد. انا ذاك كنت غادي نتواصل مع ولاد عمامي حيتاش كانت عندي معاهم واحد القرابه قليله ومن انا صغيره. كان في راسي بلي انه بابا مات، ولكن مره كنت كنشوف عماماتي. فغادي ناخذ من عند ولادهم النمره ديال الاب الحقيقي ديالي، وغادي نتواصل معاه وغادي نقول ليه بلي انا بنتك. غادي نكرني شويه غادي يقول لي عتي شنو نتلاقاو في بلاصه فلانيه، اول مره غنشوفو، اول مره غنتعرف عليه. غادي يقول لي بلي انتي راك بنتي وانا عارف هذا الشيء وانا معترف بالغلط اللي داير في حقك. غادي يقول لي بلي كانوا شي مشاكل بيني وبين المرحومه اللي خلوني اني ما نشوفكش. قلت ليه بلي هي ماتت وانا دابا حاجه اللي بغيت منك هي الحنان ديالك. قال لي انا عارف وانتي راك بنتي، ولكن انا مزوج وخصني ندير لاديان انا وياك باش يعرفوا بلي راكي فعلا بنتي. غير كيدخل وكيخرج في الهضره. انا كنقول ليه غير بلي راه ما عنديش مشكل، انا غير باغا غير نعنق، وبغيتو غير يكون حدايا، بغيت غير نقول ليه بابا الحقيقي. غير غادي يمشي غيطفي عليا تليفون وغادي يسد اي حاجه اللي غادي تخليني نتواصل معاه. غيقول لخواتاتو اللي هما عماتي باش يقولوا ليا ما نبقاش نتواصل معاه حيتاش كنسبب ليه في المشاكل. من بعد غادي نمشي نحاول باش انني ندعيه على وديت كنيتي، ولكن رفضني. من بعد ما رفضني غادي نمشي نحاول ندعيه على كنيتي. ما كنتش باغا منه والو، لا حنان لا فلوس لا ورد لا دنيا لا حتى حاجه، بغيت غير كنيتي. قلت ليه ندير لك وثيقه، ما بغيت والو منك،
من غير الكنية. كنقول لي بلي راه واحد النهار غادي نتزوج وبزاف ديال الامور وغيبقاو يسولوني على كنيتي. فاش مشيت ندعي قالوا لي بلي خصك ديري لادين، وديك الوقت كان خالي ما نقدرش نديرو وما عنديش فلوس ديال المحامي، وانا مازال مدمره. في نفس العام غيموت لي خوه اللي هو عمي وغنمشي لعزاه. حاولت باش انني ندير الواجب، مشيت معاهم للروضه، وحنا راجعين غيجي بابا يشدني من يدي قدام الناس وغادي يقول لهم شفتوا هادي، وسمحوا لي على هذا الاسلوب، غيقول لهم بلي هادي راه بنت السنقه وجايه لاصقه فيا وكتقول لي بلي انت بابا وانا راه ماشي باها. تصدمت فيه، قدامي كان كيعطيني وجه وقدام مرات وولاد والناس تسيف عليا، غادي يقول لي قدام كلشي سيري قلبي على اصلك. تدمرت ودارت بيا الدنيا كحال قدامي كلشي، وليت كنفكر في حاجه وحده، انتحر. عاد بلا شطاراجي، لا عندي خوتي، عندي مسؤوليه، انا ما محتاجاش نسمع هاد الهضره. انا ماما عاد ماتت، انا ما بقى لي حد على من نحط الراس. بقيت كنبكي 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 وكنلوم في القدر، كنقول ليه بلي انا راني ما باغياش الورث، ما باغياش الفلوس، ما باغياش الدنيا، انا عباد الله باغا غير الكنيه. حيتاش في البطاقه ديالي ما عنديش كنيه. نهار تزاديس عطاو الماما باش انها تختار الكنيه اللي بغات ديال الدوله ماشي ديالها. وديما كنت كنتسول هذا السؤال، علاش ما عندكش الكنيه ديال باك، وكنت كنتشرح بزاف. فهاد المده غادي ندخل باش انني نقرا ونخدم، حتى حاولت نشد ديبلوم ونحاول نخدم به بلا ما نفكركم بلي خوتي كيتسناوني في الدار، حيت انا اللي كنت يامهم وكنتابعني الكرا على كل راس الشهر. من بعد غير الحق علينا خويا الصغير حتى هو، وغادي نتجمعوا كلنا من جديد، وقليل فين كاين كيعاوننا شي حد. والفاميلا ديال ماما ما كانوا كيعقلوا علينا بوالو. الاب ديالي مره كنت كنتلاقى به صدفه في الزنقه في طوموبيلته، كيعيط ليا ويقول ليا انت ما عندكش الاصل، ومازال غادي يجي شي حد يتفلى عليك يتفليت انا على امك. اش غنقول ليه من غير حسب يا الله ونعم الوكيل؟ كنقول ليه عمرني نسمح ليك، ولكن كون اكيد غادي تدور الدوره وغتحتاجني والله حتى تلقاني بجنبك، وكان وعدك ما غاديش نلوحك حيت انا ماشي مسخوطه. غندير 20 عام وانا مازال بوحدي، 20 عام هز هم الدنيا والدين، 20 عام وكنحس براسي عييت ومهلوكه، ودعوتي اللي كان واسي بها روحي المكسره هي يا ربي تعجل بالفرج. كان مرض ما كنلقاش على من نحط الراس، على من نشكي ولا من نبكي. 20 عام كنحس براسي شارفه ومهرسه. خوتي كيمرضوا بعض المرات بالليل وما كنلقاش لي يعاونني، كنعيط على باهم ما كيجيش. دازوا عليا شي حوايج تعذبت فيهم بزاف، حاولت ندير ما امكن باش انا نعمر وقتي غير باش نبقى قويه وما نفكرش بزاف، وما كنخلي حتى شي ذكر يتفلى عليا ولا نضيع معاه وقتي. ماشي بزاف اختي غيجي باها ياخذها، قال لي غادي نعطيها لواحد العائله ميسره. ما عرفتش واش طمعوه واش عطاوه الفلوس، ولكن ما بقيناش كنشوفوها قليل بزاف، وليت عايشه غير مع زوج خوتي الدراري. عامين ما بقيتش كنشوف اختي، حتى كنقول نقعد راسي شويه، ولكن كنزيد نتدمر. كنبين للناس بلي راه الدنيا هانيه في وجهي وعلى ود خوتي، ولكن داخليا راني مقجوجه وما بقيتش قادره ندوز النعمه. هاد العام غادي نبزز على بات اختي باش انني نشوفها، واللي عندها دابا 13 عام فعلا غادي يجيبوها ليا، وغادي نلقاها مدمره اكثر مني. ودارت بزاف ديال المحاولات انتحار، لقيتها كتشرب الدواء باش تحاول تنتحر، كانوا كيضربوها وكيتعداو عليها. عاوتاني غادي نطلع ونهبط في المحاكم، وبقيت كنجري باش نرجعها، وحتى حد ما معاوني، كلشي رفض يعاوني. وبفضل مولانا واخيرا غادي نرجعها ونقيدها في المدرسه اللي حدايا، وشريت لها داكشي اللي خصها واللي في جهدي، وها هي معايا. وكنقول انا نشرب غير الماء والخبز وخوتي يبقاو حدايا، هذاك هو الربح نتاع الدنيا. اليوم اللي كتكلم معاكم عندها 22 سنه، غادي نجمع خوتي ونشد فيهم سناني. من 18 ل 22 غادي نتقاتل باش انني نكون ام لخوتي، وتقاتلت باش ما نديرش شي حاجه ديال الحرام وتهبط وجه ماما للارض واخا ماتت. اختي دابا عندها 14 عام، وخويا 13، وخويا الصغير 12 عام، عايشين الحمد لله جمعهم، وكنقرا في نفس الوقت وكنخدم عليهم وما منقصهم حتى حاجه. تخيلوا معايا لدرجه انه الفكره ديال الزواج رفضها تماما، تنقول ما غادي نتزوج حتى نكبرهم، دابا ما خصنيش نفكر في راسي نهائيا، حيت ما بغيتهمش يتشردوا ولا يتنفخ عليهم شي حد.
انا امهم وانا باهم، وغادي نبقى واقفه معاهم حتى يوصلوا داكشي اللي بغاو ان شاء الله. وهذه هي حكايه اليوم، حكايه ويا لها من حكايه. عاودت لي بزاف ديال التفاصيل، وكاينين بزاف بزاف ديال التفاصيل، ولكن حاولت نختصر لكم كل شيء باش نعطيكم قصه مختصره ومفيده. جنة كتقول اللي عنده شي والدين يتهلا فيهم، حيت ما غاديش تحسوا ببلاصتهم حتى نهار غتفقدوهم. فاما اليتيمه فلا تقهر، اياك ثم اياك ثم اياك وكسر قلب اليتيم، وان فعلت فابشر بالفقر وبغضب الله الى ما اخره. فاللهم أرح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم وجعها إلا أنت. فكدائما وأبدا جنة ما طلبت مني والو، ولكن عن دوري أنا غادي نقول لكم إذا جت على خطركم أنكم تحفزوها تنشطوها بالتعليق ديالكم الجميلة والراقية والرائعة. بغيتكم تعطيوها طاقة إيجابية اللي تخليها ترجع للشباب ديالها داخليا، وتخليها تزيد توقف أكثر وأكثر، وتكون أم وأب في نفس الوقت لخوتها. كنتمنى أنه حلقة اليوم تكون نالت إعجابكم. سلام سلام.